بكل بساطه لما سالت عن الموضوع ليه طيب رفعتوا الفائده، قال والله احنا البنك تبعنا بيرفع الفائده كل 3 أشهر على العميل. سو الفكره في الموضوع هو تنوير الناس تجاه هاي البوينت، وانا زلمه ما كنت بعمل هذا النوع من الفيديوهات لغايه ما صار هذا الموقف. سو مرحبا ومساء الخير للجميع. معاكم انا جاسر مصطفى، مهندس معماري، عشت في الاردن طبعا، وحاليا انا مقيم خارج الاردن، حاليا مقيم في دولة قطر. يمكن في ناس كتير شافوا البوست اللي نزلناه قبل فترة عن موضوع البنك اللي زادوا الفوائد، وموضوع البنك اللي كان التعامل من جهته كثير سيئة، او بديش احكي كثير سيئة، كان اسلوب التعامل او الترتيب بين الموظف لخدمة العميل او لتلبية احتياجاته كان سيء. ولما تراكمت هاي الاجراءات ولما زادت عملية تطنيش من جهة البنك للعميل في كل مرة العميل بيحكي فيها، والموظف ما يكون على قدر من الامكانية انه يساعد هذا العميل بانه يوصل خلينا احكي نتائج المرضية سواء للعميل او لحل مشكلة العميل، فكانت هي المعضلة الكبيرة اللي خلتنا انزل البوست المرة الماضية. طبعا يمكن قرأتوه، كان موضوع البوست عن الفائدة بحد أكبر، إنه البنوك رفعت الفوائد بأكثر من مرة. طبعا أنا مش خبير اقتصادي ومش بصدد إن أنا أحل مواضيع أو المشاكل اللي بتصير اقتصاديا سواء بالنسبة للبنوك أو بالنسبة للحكومات أو بالنسبة للأفراد أو whatever، لكن أنا كعميل في بنك، هذا البنك رفع علي نسبة الفائدة مرة أو تنتين أو ثلاث أو أربعة مرات بدون ما أكون أنا بعرف برفع الفائدة، ومرات بعلمي برفع الفائدة. أدى هذا الموضوع إلى أني أنا أحكي مع هذا البنك أكثر من مرة، مرة وثنتين وثلاث، لكن الموظفين كانوا ما بعرفوا شو الإجراء اللي لازم يصير، وما بعرفوا شو المسبب لهذا الإجراء. واحد يحكي لك ما أنت أصلا كنت ناخذ على نسبة تفضيلية، وهي النسبة التفضيلية لأنها كانت تفضيلية احنا رفعنا عليك الفائدة، ولهيك أنت إذا بتقدم اعتراض احنا ما رح نقدر نساعدك فيه، وما رح نقبل بتعديل نسبة الفائدة للعميل أو للقرض اللي انت ماخذه. طبعا أنا ما بناقش لا حرمة ولا حلال أن الواحد يأخذ قرض، ولا بحكي عن رأي الشخص سواء بإني أؤيد أخذ القرض للبنك أو عدم أخذ القرض للبنك. اليوم أنا بناقش أنه القرض إن أخذ أصلا، تمام؟ اللي صار أني أنا رحت على البنك وأخذت هذا القرض بعد ما رحت مرة وتنتين وتلات على الموظفة الموجودة في البنك، هي نفس الموظفة أو موظفتين، وناقشتهم ببنود القروض، واللي بيحكي لي إنه أنت ما قرأت العقد وأنت ما بتعرف إنه البنك بيطلع له أساساً إنه هو يرفع نسبة الفائدة على العميل وقت ما يشاء ووقت ما مش عارف شو يصير، والبنك المركزي أبصر شو يعمل. هذا الحكي كله أنا كنت عارفه، ولكن لما أنا رحت عند الموظفين في البنك وأخذت القرض تبعي، أنا اخترت من بين 2 أو 3 من أنواع الفائدة. واحدة منهم كانت اللي هي أساساً فائدة أبصر متناقصة، وفائدة أبصر متزايدة، وفائدة فلات، وفائدة مش عارف شو. اللي أنا اتفقت عليه مع الموظفة إنه أنا مش خبير اقتصادي، أنا مهندس، أنا بالآخر أنا اليوم بدي أخذ قرض، لكن أنا ما بدي نسبة الفائدة تكون بتزيد، أنا بدي نسبة فائدة ثابتة وأنا بدي أسدها. اخترت لي نوع من أنواع الفوائد وعلى أساسه سوقت لي هذا القرض، وعلى أساسه أنا أني أنا إذا باخذ الفائدة بضل على مثلا لتسي أنا ماخذ القرض على 4 سنين، نسبة الفائدة بتضل ثابتة على 4 سنين. إذا حبيت تسده خلال سنة فأنت الفائدة اللي على 4 سنين ما راح تسدها، أنت راح تسد القرض لغاية السنة. فعليا لما صار رفع هاي الفوائد، أنا حكيت مع البنك أول مرة، الموظف حكى لي والله هذا ما بنقدر نساعدك فيه، قلت اتس اوكي خلاص انه ارتفعت نسبة الفائدة ومش الحل. المرة الثانية انا ما دريت اصلا انه ارتفعت نسبة الفائدة غير بعد فترة معينة، وما كان لي اصلا بقدر اراجع. والمرة الثالثة لما ارتفع انا تبعت، كان جاييني ايميل، هذا الايميل كان مذكور في اخر البي دي اف المبعوث انه راح يتم رفع نسبة الفائدة، واذا لم يردنا اي اعتراض من قبل العميل لمدة 15 يوم من هذا الايميل. فانا بعت بنفس اليوم انه لا، رجاء عدم رفع نسبه الفائده، وانا اود التواصل مع البنك وهذا الاستفسار والى اخره. طبعا ارتفعت نسبه الفائده وما صار اي تعديل على الموضوع. حكيت مع الموظف، وطبعا الموظف حكى لي انا راح اقدم لك اعتراض، والاعتراض تبعك راح ينقبل، وهذا القبول تبع او هذا القبول تبع هذا التخفيض تبع الفائده لانه انت اول مره بتحكي معنا،
طبعا هاي وجه الضيف لا حكى معي ولا رد لي خبر. المرة اللي بعديها لما ارتفع نسبة الفائدة رجعت حكيت مع البنك، عمل نفس الشيء موظف تاني أو هو نفسه ما بعرف، لكن قدم اعتراض وما صار أي شيء، حتى رجع لي وحكى لي إنه أنت طلب الفائدة أو طلب تخفيض نسبة الفائدة على حضرتك انرفض من الإدارة. لعند آخر رفعة صارت لغاية ما وصل الفائدة من النسبة التفضيلية اللي أنا كنت ماخدها لغاية 9% وزيادة على القرض اللي أنا باخده. هون صار لا، أنا مش كل مرة كبنك أنت بدك ترفع الفائدة أنا راح أكون كعميل أنا ما عنديش خبر أو أنا ما إلي أي إجراء أنا بقدر أخده. أوكي بدك ترفع نسبة الفائدة، أنت يفترض إما أنك أنت تخبرني أو أنا أساسا اتفاقي معك كبنك اللي أنت مثلتك أصلا موظفة إنه ما تزيد نسبة الفائدة خلال سنوات العقد. طبعا انا ما بعرف مش خبير اقتصادي، لكن انا اليوم بعد اللي صار قررت اني انا راح ادرس هذا الموضوع دراسة، انا بدي اتفضل لهذا البنك. فعليا نزلنا هذا البوست على الفيسبوك، اتفاعلت عليه الناس، منهم ناس طبعا ناقشوا لي حلال او حرام انك انت تاخذ قرض او ربا او وات ايفر. طبعا انا ما بحكي عن حلال او حرام القرض، وما برجح انه القرض حلال، وما برجح انه الفائده حرام، ما برجح انه الفائده حلال، انا ما بناقش هذا الموضوع، انا غير مختص في هذا الموضوع، لكن في ناس اعترضوا عليه. اتس اوكي، يحترم الراي تبعهم. اللي بعديهم حكوا لك انه انت ما قرات العقد. لا يا سيدي، انا بالنسبه لي كنت مناقش هذا الموضوع وكنت متفق على انه انا نسبه فائده لا تتغير خلال مده القرض، ولهذا السبب انا اساسا قاعد بطلب من البنك يبعثوا لي نسخه من القرض وانا زلمه عايش برا البلد، بحكي لك لا بدك تيجي عندنا عشان تاخذ نسخه قرض. يا جماعه انا عشان اخذ نسخه العقد تبعي اجي من البلد اللي انا فيها للبلد اللي عندكم، اترك شغلي ومخاسر الماليه ومخاسر الوقت والشغل اللي راح اتركه واجي لعندك عشان تعطيني نسخه العقد اللي انت لا راضي تبعتها، لا بالايميل اللي هو انت اساسا موجود عندك على السيستم واللي انت اساسا خليتني انا احط لك اياه واللي اصلا تبعت لي عليه انك انت رفعت الفائده اصلا، ولا راضي انت تعطيني تفاصيل هذا العقد بالفاكس، ولا راضي تعطيني اياه باي شيء، ولا راضي اني انا اعمل تفويض لحدا من عندي اني انا يسلمك اياه الا تنزلني على الاردن عشان اعمل لك انا اساسا وكاله خاصه لهذا الشخص او اروح اعملها من السفاره وتاخذ معي 14. فهون صارت عندي انا المشكله انه هو مش متعاون، حكينا ما راح يعطيني نسخه من العقد عشان انا اقدر اراجع فيها. واليوم نزلنا البوست، بعد ما نزلنا هذا البوست الناس الرأي الثالث اللي كان من الآراء الناس اللي تحكي على البوست انه ريح راسك يا عمي، يعني انت متوقع انه البنك بده يحكي معك ويراجعك بالموضوع؟ طبعا كان ردي انه اتليست الواحد بيعمل جهده عشان انت هيك هيك زي ما انتم بتحكوا الناس اللي بتحكي انه سيبك من الموضوع انه هيك هيك انت راح ترتفع عليك نسبة الفائدة. اوكي اي نو انه في احتمال انه هيك هيك راح ترتفع عليك نسبة الفائدة، لكن لما انا اكون بدفعهم اتليست بكون انا عملت اللي علي، زي ما هم عملوا لي دوشة انا بدي اعمل دوشه. زي ما البنك رفع الفائده واكيد ديفينتلي هو خسرني وخسر كثير ناس منكم، احنا نعمل له دوشه. الناس اللي جديد اللي بدها تاخذ قروض ما راح تروح تاخذ من البنك، او ما راح تروح تاخذ من نفس البنك، او راح تروح تحاول تقرا الاشي اللي احنا على اساس انه انتم بتحكوا احنا ما قراناه. سو الفكره في الموضوع هو تنوير الناس تجاه هاي البوينت، وانا زلمه ما كنت بعمل هذا النوع من الفيديوهات لغايه ما صار هذا الموقف. سو فكره في الموضوع، انتشر هذاك البوست والناس اخذت عليه رد واخذت عليه ردود سوري واخذت مساحه انها تناقش عليه مين مكان الراي. انا ما لا حاولت لا اشطب ولا اعمل هايد ولا اوقف الكومنتس عليه لاني انا بدي الفكره توصل للجميع. الناس اللي عندها خبره في الموضوع ساعدت بانها حكت انه في عندك بنود لازم تكون قارئها والى اخره، لكن الفكره في الموضوع اللي انا بدي اوصلها للجميع انه اليوم البنك حكوا معي بعد ما كان البنك اصلا اما انه ما بيردوا او انه بيردوا مش عارفين شو بدهم يسووا او انه لما يردوا ما بيساعدوك. اليوم البنك حكى معي والموظفه كانت في قمه الادب والاخلاق والتعاون بانها تحكي بلطف، وهذا كان يعني شيء كثير منيح انه التواصل كان بلطف. مرحبا كيفك سيد جاسر، اهلا وسهلا، ممكن ناخذ من وقتك شوي؟ طبعا احنا من بنك الاردن، يا اهلا وسهلا، منيح انه حكيتوا معنا. طبعا كان كنت موعود لهم على اساس يحكوا يوم الاحد، طبعا ما حكوا معي يوم الاحد، حكوا معي يوم الاثنين ليس الا، وانا واحد من الناس بقدر المواعيد كثير، يعني انا بهمني اذا حكيت اللي بدي احكي معك لحد تحكي معي لحد، احكي لي راح احكي معك السنه الجايه ما براجعك قبل السنه الجايه. فحكت معي اليوم، اوكي باش مهندس انت كان في عندك شفنا لك بوست على الفيسبوك انه كان هذا البوست مزعجك التعامل مع البنك، واحنا حابين انه احنا نحكي معك ونحل لك مشكلتك ونرضيك.
فانتوا اللي حكيتوا انه انت ما راح تستفيد من انك انت تحكي هذا الموضوع. انا بحكي لك انه البنك حكى معي اليوم وحكى لي انه احنا بدنا ناخذ شو ملاحظاتك ونحكي معك ونحل لك المشاكل ونحاول نرضيك. هاي بحد ذاتها اكيد انه البوست كان له اثر. سو هذا اللي خلاني انا اليوم احكي ان انا بدي اسوي هذا الفيديو عن موضوع الفائده وعن موضوع التعاون او عدم تعاون موظفين البنوك مع العميل اللي عنده مشكله وكمان مع العميل اللي اصلا مش موجود في البلد. سو اذا انت صار عندك مشكله مع البنك لا تسكت، ما بدك تحكي اعمل شير يا سيدي للفيديو. انا حكيت ما بدك تحكي، انا راح اعمل اكثر من فيديو طبعا وراح احط كل شيء بيصير عشان كل الناس تكون عارفة ايش الاجراءات اللي راح تصير وشو الحلول اللي ممكن يسووها وشو اللي ممكن يساعدهم فيه البنك او شو اللي ممكن يحرمهم منه البنك سواء كان كحقوق او كواجبات عليهم. سو اذا انت ما بدك تحكي ابعت هذا الفيديو خلي الناس تعرف. وباي ذا واي راح اعمل اكثر من فيديو وراح اعمل سلسلة على التشانل تبعي على اليوتيوب عشان كل شيء بيصير انا كل مرة راح انزل فيديو. هذا الفيديو نازل بمناسبة انه البنك حكى معي اليوم عن موضوع البوست اللي انا نزلته عن موضوع الفائدة انه ارتفع فائدة او ارتفعت الفائدة في البنك اكثر من مرة. قالوا مرحبا سيد جاسر، شو ملاحظاتك؟ اوكي عندك وقت تسمعي؟ يس عندي وقت اسمع. اوكي اذا انت راح تقدر تساعديني انا راح احكي، اذا انت ما راح تقدر تساعديني انا ما بدي احكي، لانه انا حكيت مع كثير من زملائك وانا عارف كل الردود اللي اليوم راح تحكي لي اياها. سو انا ما عندي وقت اني انا اضيعه كثير لاني اصلا انت عم تحكي معي في وقت الشغل. لا تفضل ان شاء الله راح اقدر اساعدك. قلت لها اوكي انا زلمه مع البنك اللي انا حاليا فاتح فيه الحساب لي 6 سنين 7 سنين اكثر، يعني نحكي عن 9 سنين. سو انا لي مع البنك هذا 9 سنين، هذول التسع سنين انا ما كنت عم بلاحظ اي تجاوب او حلول للمشاكل. والسبب الوحيد اللي مخليني انا افتح في هذا البنك انه انا لما اجي على البنك عند التيلرز على الكاونترز انا ما بيكون في قدامي ناس كثير على الدور وان انا بمشي بسرعه. لكن اليوم لما انا رحت اخذت القرض تبعي وانتوا الموظف اللي انتوا حاطينها تمثل البنك عرضت انواع الفوائد، انا اخترت الفائده التي لا تتزايد مع مده العقد واللي انا ما بعرف شو اسمها لان انا مش خبير اقتصادي. قالت لي يا سيد جاسر هي اسمها الفلات انترست ريت. اوكي انا ما بعرف شو الاسماء، انت حره سميها وات ايفر، لكن بما انها موجوده هذه هي اللي انا اخترتها. كيف بعد سنه وبعد ما انا طلعت من البلد ببلش دخل ايميلات لقد تم رفع الفائده لقد تم رفع الفائده لقد تم رفع الفائده. لا والأسوأ من هيك بحكي مع الموظف، الموظف مش عارف شو الحل او الموظف مش عارف كيف بيقدر يجيب الحل او مع مين يتواصل عشان يجيب الحل. اذا الموظف نفسه اللي انت حط لي اياه في الكول سنتر لخدمه العملاء اللي انت ممكن تحكي هذا في اي بي هذا مش في اي بي هذا عنده اكاونت عندنا هذا ما عنده اكاونت عندنا، هو نفسه اللي مش عارف يحل مشكله هذول العملاء. فقطعتني طبعا وانه لا كيف باش مهندس احنا ان شاء الله بنقدر نساعدك والى اخره، هو اللي صار ان شاء الله بيكون بالغلط والى اخره. قلت لها انا بعرف ان انا بتعامل مع ناس بروفيشنال، سو انا لما احكي مع زميلك يا محمد يا فلان يا اكس يا واي ويحكي لي اني انا راح اعمل لك شكوى اساله اوكي متى ممكن ترجع لي، لانه هو حكى لي انا راح ارجع لك لما يجي الرد من الاداره على الشكوى. لا ما بعرف متى الاداره بترد، ممكن ترد احنا بس بنرفع الشكوى من عندنا ولما ترد علينا الاداره بنرجع بنحكي معك. كيف ما بتعرف انت اساسا المفروض باي عمل بروفيشنال اي ايميل بده يوصل لاي جهه له مدة محددة عشان يرد عليه عشان ما يصير مشاكل للجهة اللي بعت الإيميل أو للجهة اللي بدها تستقبل الإيميل. بعد ما يرد من الإدارة على الموظف المفروض أنت كموظف عندك الإيميل ما يقعد أكثر من يوم أو يومين عشان أنت تقدر ترجع للعميل في الوقت المطلوب. ما تحكي لي أنا ما بعرف متى راح أرجع لك، والأنكد من هيك أنك أنت ما راح ترجع لي أصلا. فهي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا كل مشاكل اللي بتصير عندي معكم في البنك ما حد عم بيقدر يحل لي إياها. واحدة من المرات أنا كنت بدي أحول فلوس من حسابي لحساب حدا أنا قاعد بشتري منه شغلة، ولما أجي أعمل هذا التحويل يتعطل الأونلاين ترانسفير الموجود على الأكاونت وأحكي مع البنك والبنك يحكي لي لا والله أنا ما بقدر أساعدك، هذا الموظف اللي في الكول سنتر أنا ما بقدر أساعدك ما بقدر أحول لك إياهم. كيف ما تقدر تحول لي إياهم؟ أنا عامل الأكاونت تبعي وحاط الرقم تبعي عندكم على السيستم على أساس إنه أنا لما أعمل ترانسفير أونلاين أنت تبعت لي الوان تايم باسورد للناس اللي ما بتعرف إنجليش، الباسورد أو كلمة السر اللي راح تستخدمها لمرة واحدة عند التحويل علشان تتم عملية التحويل. البنك بيكون عامل لك الأكاونت أونلاين أو أنت عامل الأكاونت أونلاين بتقوم تبعت الطلب تحويل الفلوس بيجيك باسورد بدك تحط هذا الباسورد عشان يتم عملية التحويل. هاي كلمة ما كانت عم توصلني على الرقم. يوم اثنين ثلاثة يحاولوا حل المشكلة، اسبوع اثنين ثلاثة لغاية ما وصلت ست شهور لحل المشكلة وما انحلت المشكلة، وكانت راح الديل تخسرني
وانا كنت راح اخسر الديل وادفع عليها غرامات، ناسي شو الاشي اللي بده يصير. حكيت مع مدير البنك قلت له اسمع، هي شغله من تنتين، يا اما انت بتحول لي المبلغ، يا اما اني انا هلا راح اشكي على البنك، انت ضيعت وقتي وانت ضيعت الفائده والى اخره. لما حكيت له راح اشكي عليك وراح اشكي على البنك وانت اسمك كذا والموظف اللي حكيت معه كان اسمه كذا والموظف اللي بعده بلا بلا بلا، اعطيته كل الهيستوري، بلحظتها تحول الفلوس وهو واقف على الجهاز راح حول الفلوس. سو انت كبنك او كموظف ما تعاونت الا لما انا هددتك. خلصنا من النقطه هاي. النقطه الثانيه، انا اليوم في قطر مش في الاردن، وطبعا سوقوا لنا الابلكيشن تبع البنك اونلاين، وانا كل معاملاتي اللي بعملها في الاردن من هون اونلاين. جينا بدنا نعمل معامله اونلاين، البنك طبعا كيف حاله عامل لي البصمه تبعت الابلكيشن. اشتغلت على البصمه فتره معينه، طبعا هي مريحه، لكن في يوم من الايام طبعا بعد ما كان لي اشهر عم بتعامل مع البصمه، اكيد انا ناسي شو الباسورد تبع الكريدت تبعي تبع الفيزا كارد. بحط البصمه بيحكي لي في عطل عندي في البرنامج ما راح اقدر اقبل البصمه، بحط الباسورد تبع الاكونت بيحكي لي غلط، بحط الباسورد تبع الفيزا بيقول لي غلط. رنينا على البنك قالوا مرحبا بدنا اياكم تساعدونا. لا والله ما بقدر اساعدك. كيف اذا ما بتقدر تساعدني؟ انت موظف في البنك عشان تساعدني، انت في السيرفيس سنتر، انت بدك تساعدني. لو سمحت انا مشكلتي هيك 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 ومش قادر اعمل ريست للباسورد، لانه اساسا باسورد الفيزا مش معي، بدي تعمل لي ريست للفيزا، تحول لي تبعت لي الرقم، تبعت لي فيزا، تسوي اي شيء من عندك. انت سبب المشكله، انت تعطل من عندك البرنامج. لا، تيجي عندنا على الاردن بتقدم طلب للفيزا بنحول لك اياها، بنعطيك الفيزا، او بتقدم من عندك طلب بتاخذ المده اللي انا مش عارف قديش لازم تاخذ هاي المده ونبعث لك اياها وانت بتدفع سعر التكاليف. طب ما هو انت اللي غلطان، انت المفروض انت تخدمني من عندك. اقول لك خلاص ما بدي الفيزا، خليها عندك. لغايه ما حكيت كل هاي المشكلات، فالموظفه طبعا تفهمت الموضوع، طبعا كل الموظفين اكيد بتفهموا الموضوع، ما راح احكي لك انت غلطان، تفهمت الموضوع وعدتني انه اليوم الاثنين بعد يومين راح ترجع وتحكي معي وعندها كل الاجوبه على اسئلتي. يا فلانه هل انت متاكده انه بعد يومين راح ترجعي؟ يس ديفينتلي راح ارجع. متاكده مليون في الميه؟ يس متاكده مليون في الميه. اذا بدك كمان شهر احكي لي كمان شهر، انا ما راح ارجع راجعك. وباي ذا واي انا ما راح ارجع ارن على البنك، انتوا اللي هلا رجعتوا حكيتوا معي لانه كان في بوست على الفيسبوك. انا شلتكم من راسي كبنك وانا بدي استلمكم على السوشيال ميديا. انا زلمي راح اعمل لكم دوشه على السوشيال ميديا. قلت لها هذا الحكي بالحرف. طبعا ما عندي مشكله معاكي انت شخصيا، ما عندي مشكله مع اي شخص كشخص في البنك، لكن عندي مشكله مع البنك نفسه. اذا بدك شهر على ما ترجعي لي في الاجوبه احكي لي بدي شهر، اذا بدك يومين احكي لي بدك يومين، انا راح استناكي هاي الفتره اللي انت راح تحكي عنها. انا بدي يومين، اذا ما حكيت معك خلال يومين راح ارجع احكي معك واحكي لك انه انا بدي كمان يوم او يومين زياده لانه ما توفرت عندي الاسئله. اوكي فاين، انت متاكده؟ انا متاكده. اوكي انا راح استناك يومين، يوم الثلاثاء الاربعاء راح اترك كمان للخميس، نشوف شو ممكن يصير وشو ممكن البنك يساعدنا بهذا الموضوع. ووعدت طبعا اني انا راح احط هذا الموضوع على التوب اوف ذا ليست، على البريوريتي، على التوب بريوريتي تبعي، وانا راح اضل احكي بهذا الموضوع لغايه ما نوصل لحل، سواء مع التعامل من جهه الموظفين او حل لرفع الفائده. لانه بكل بساطه لما سالت عن الموضوع ليه طيب رفعتوا الفائده، قال والله احنا البنك تبعنا بيرفع الفائده كل 3 اشهر على العميل. البنك بيرفع الفائده كل 3 اشهر على العميل، او ممكن انه ينزلها في حال كان في امكانيه لتنزيل سعر الفائده. وانا وانت كحدا عم بتطلع هذا الفيديو متاكدين مليون في الميه انه مش ممكن ينزل سعر الفائده الا صدف، ولو نزل بينزل شيء بسيط جدا، لما يرتفع بيرتفع عدد نقاط مرتب. لهيك بما انه بيرفع كل 3 شهور، اكيد انا ما كان يجيني ايميل كل 3 شهور، انا الترافيك على الايميل تبعي كتير عالي، بيجيني ايميلات من كتير اماكن، ومضطر اني انا اتبع على الايميل كل يوم 2 لـ3 مرات مينيمم خلال اليوم. سو انا اذا اجاني ايميل ديفينيتلي بكون شفته، ما اجاني ايميل سو اكيد المشكله من عند الحد اللي ما بعت هذا الايميل. وديفينيتلي اكيد 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 سنس ان انا متفق على موضوع فائده غير متزايد، فاكيد ما راح اقبل انه ينرفع سعر الفائده كل 3 أشهر، يعني 4 مرات في السنة عم بيرتفع سعر الفائدة. السنة الأولى صار 9%، السنة الثالثة الثانية ارتفع كمان 4 مرات، كل مرة 25 نقطة، 3.25. أنت عم تحكي السنة الثانية صار 10%، السنة الثالثة صار
15 20 وات ايفر ناس الحسبه، لكن احنا عارفين انه الحسبه ما راح تكون بلس 1 كل مره، لانه المره الاولى صارت 10%، المره الثانيه بدها تزيد ربع على 10%، فانت احسبها يعني. فهذا هو الموضوع، راح نستلم موضوع الفائده هاي لغايه ما نوصل مع البنك لنهايه الخط، سواء عدل سعر الفائده او ما عدل سعر الفائده، ارفعها ونزلها، اتليست بنكون كلنا عرفنا شو الاجراءات اللي قاعده بتصير مع البنك ومع العميل، شو الصعوبات اللي عم بواجهها العميل، شو المشكلات اللي عم بواجهها العميل، وشو الحلول اللي ممكن يطرحها البنك. وديفينتلي كل شيء راح يكون اونلاين وبفيديوز، وحطيت على التوب بريوريتي، راح اوقف شغلي على الفيديوز الثانيه شوي، انا بعمل فيديوز تعليميه لكن راح اوقفها شوي وبدي انشغل بهذا الموضوع، وبوعد اني انا راح اقرا وادرس موضوع الفوائد والبنوك بشكل كتير عميق علشان انا اقدر اتعامل بها مع هذا الموضوع، اقدر اوصل الفكره بشكل صحيح وبشكل مبني على اسس، خلينا اسميها علميه او اسس واقعيه من اللي راح يصير معنا بهاي المره. ويعطيكم العافيه.